السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قواقة من قناة قواقة تي في. محافظ الدقهلية مصاب بالكورونا، يعني حاجة الصراحة أنا اتصدمت أول ما سمعت الخبر. طبعا حاجة خضتني إن محافظ يبقى مصاب بالكورونا، ولكن يعني لما تفكر في الموضوع فأنت تلاقي إن الراجل يعني بيشتغل، الراجل بينزل وبيروح وبيجي وهو شغال محافظ، يعني كان ممكن يقعد في البيت والدنيا يمشي الدنيا، ولكن الراجل عشان بينزل وبيروح وبيجي وشغال وقضي شغله وكله تمام، فوالله اعلم برضه يعني. بس انا اعتقد يعني ان ما فيش محافظ مش شغال اليومين دول. احنا عندنا محافظ الغربيه بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه 100 100. ف نتمنى طبعا الشفاء العاجل لمحافظ الدقهليه، وهو دلوقتي اخر الاخبار النهارده الصبح قاعد في، بيبقى فيه في المحافظة كده زي استراحة للمحافظ، مثلا الشغل كتير بتاع استراحة كده كبيرة، يعني استراحة زي مثلا أوضة فندق كده، عشان الناس اللي مش فاهمة ايه الاستراحة، زي أوضة فندق كده، أوضة حمام، فهو قاعد منعزل فيها. وبإذن الله بإذن الله ربنا يشفيه ونخلص من الغمة والقرف اللي احنا دي فيه دوت، وننزل نلعب كورة تاني، مع اني ما بعرفش ألعب كورة، كنت بروح اصورهم، ولكن يعني برضو الجو العام مخنق بسبب كورونا، رغم ان انا اساسا كده كده ما بنزلش. بس مش عارف، عايز اتكلم في كذا موضوع، ولكن الفيديو ده بس لمحافظة الاهلية، ربنا يشفيك. ادعوا له في الكومنتات تحت، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تقول لنا ايه رايك في موضوع يقول لك ايه رايك في موضوع الكورونا، يعني ما اعرفش، اكيد يعني ما حدش عاجبه موضوع الكورونا يعني. يلا يلا سلام.